السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله محاضرة جديدة مع الدكتورة هبة محمد مصطفى، هي حاصلة على ماجستير إدارة الأعمال في إدارة سلسلة التوريد من الأكاديمية العربية للعلوم والبحرية، وحاصلة على الدي بي إيه في تأثير التحول الرقمي في إدارة سلسلة التوريد في جامعة القاهرة، وهي خبرة 17 عام في صناعة الأدوية، وقادرة على تقديم وتقدير أهداف التكلفة والجودة والتسليم والزمن مع التركيز على المقاييس ومؤشرات الأداء الرئيسية. إن شاء الله محاضرة موفقة كالعادة إن شاء الله. شكرا يا فندم، أتفضل. ميرسي جدا لحضرتك. ان شاء الله محاضرة النهارده مش طويله وهي لطيفه جدا وسهله، يمكن اسهل واحده فيهم كلهم. النهارده هنتكلم عن الاجريكيت بلاننج او اللي هو التخطيط الشامل. انا كشركه او كمصنع ازاي اقدر اخطط لكل حاجه، بمعنى كلمه شامل ان كل حاجه سواء عملياتي او مشترياتي او الهيومن ريسورسز اللي هو اداره الافراد اللي عندي، الماركتنج، السيلز، الفاينانس كمان، الامور الماليه، كل حاجه كلهم انتجريتد مع بعضهم متكاملين مع بعض. ازاي بقى هبتدي ان انا اعمل الخطه دي؟ هنشوف مع بعض. اصلا اجريكيت بلاننج زي ما قلت ان احنا بنعمل تخطيط للكباسيتي بتاعتي، الكباسيتي بتاعتي ان هو انا كمصنع او كشركه ليا كباستي لو انا هصنع، يعني مقدرتي اصنع قد ايه في الشهر او قد ايه في اليوم او اي فتره زمنيه انا هحددها. بنقول دايما الاجريكيت بلاننج دوت هو تخطيط متوسط المدى، يعني مش قصير ومش طويل، اقدر اخططه بيتراوح لمده شهرين او 3 شهور لحد 12 شهر، في ناس قالوا كمان لحد 18 شهر. يبقى هو تخطيط متوسط المدى intermediate range. ليه بعمل كده؟ عشان اعمل خطه انتاجيه محتاجه اعرف امكانياتي ايه اصلا، الكباسيتي بتاعتي تسمح لي ان انا الخطه اللي حطها دي هل فعلا انا عندي من المعدات والعدد والالات والقوه البشريه والعماله والخامه تسمح لي اغطي الخطه اللي حطها ولا لا. عشان كده بقول ان هي دايما خطه مش قصيرة المدى ومش طويلة المدى، هي خطة متوسطة المدى بخطط لها قبلها بفترة. يعني ما ينفعش أصحى الصبح أقول أنا هعمل خطة من بكرة لحد آخر السنة، لا، أخطط قبلها علشان أعرف أجهز الحاجة اللي هتمكني إني أتشيف الخطة دي، سواء كانت مصادر مالية أو بشرية أو الخامات اللي أنا هحتاجها. يبقى دلوقتي الجول بتاعي ان انا هحقق طبعا اهداف الشركه بتاعتي على المدى المتوسط. طيب لو حبينا نكبر الصوره هنا هنعرف ايه الفرق بين الشورت تيرم واللونج تيرم. الشورت تيرم دلوقتي النهارده انا بحط خطتي النهارده او الاسبوع ده، هعمل ايه النهارده، هعمل ايه بعد الفطار، هعمل ايه بعد المحاضره، فدي سهل احددها. دي بتبتدي هنا لو انا في شركه بقول لكل واحد النهارده انت هتعمل ايه، فلان انت النهارده هتطلع اوردر بكذا، فلان انت النهارده هتروح تسلم الاوردر الفلاني، فلان انت النهارده هتروح لا عايزه منك تعملي تقرير عن مبيعات الفتره اللي فاتت. دي انا بعمل زي جوب اساينمنت لحد في توقيت قصير، انا عايزه النهارده، انا عايزك النهارده تعمل كذا، عايزك بكره تعمل كذا. هو فعلا عنده الوقت اللي يخليه يعرف يعمل القصه دي. اوكي، مين بقى اللي مسؤول عن الخطه في الشورت تيرم؟ دايما بيبقى السوبرفايزر اللي هو ممكن يكون مشرف الانتاج، يعني هي مش محتاجه حد يكون مانجيريال ليفل لان هي تاسكات صغيره بتتحقق، محتاجه حد يكون يعرف يعملها وحد مشرف درجه اعلى سنه صغيره منه بحيث ان هو يتابع ان هو نفذها صح. لكن الخطه بقى المتوسطه اللي احنا هنتكلم عنها النهارده دي تتراوح استغراقها ما بين 3 شهور لسنه او لسنه ونص. دي من مدير الإدارة، هو بيبقى عايز كل واحد أو كل قسم في الإدارة هيعمل إيه؟ بيعمل خطة مثلا السيلز بلان، خطة البرودكشن، خطة البادجت الميزانية، الخامات اللي هحتاجها الفترة الجاية إيه؟ هستهلك منها قد إيه؟ عايز يعني فلوسها قد إيه عشان أعمل لها أخصص لها ميزانية؟ الموظفين، العمالة اللي هحتاجها قد إيه؟ الإنفنتوري، محتاج يبقى عندي إنفنتوري قد إيه؟ وهكذا. الخطة طويلة المدى بقى دي بتبقى خطة أكبر شوية،
زي الار ان دي كده، مثلا انا كعربيه مثلا شركه عشان تعمل عربيه جديده كل سنه بيطلع عربيه جديده، طب هل هو فعلا بيعملها كل سنه؟ لا، ده بيقعد يخطط قبلها بسنتين ثلاثه، يعني يحط الديزاين ويبتدي يحط الموتور شكله هيطور ايه فيه، هيطور ايه في الفرامل وهكذا، يبقى خطه طويله. لا، بتبقى اكتر من سنه ونص، بتوصل لحد 5 سنين. اوكي، الشركات لما بتيجي مثلا تتوسع بتقول لك بتحط خطه طويله المدى، الدول نفسها بتقول لك انا هعمل خطه 5 سنين، خطه 5 سنين، هشتغل على التعليم، هشتغل على الصحه، هشتغل على وتبقى الطرق الكباري يعني وهكذا. يبقى الخطة الطويلة دي بتبقى خطة 5 سنين أو أكتر من سنتين لخمسة أو أكتر. الخطط المتوسطة اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة اللي هي من حوالي من شهرين أو 3 شهور لحد سنة، سنة ونص. الخطط القصيرة اللي هي اليوم بيوم، ممكن تبقى بالأسبوع بالشهر، أوكي، لكن بتبقى بتستمد طبعا الخطة الصغيرة دي من الخطة الكبيرة خالص اللونج تيرم، وبعد كده اللونج تيرم دي بكسرها لخطط متوسطة، وخطط المتوسطة دي بخدها كسرها بقى لجوب تاسكس اللي هي الديلي تاسك بتاع كل واحد. اوكي، طيب نعرف تاني الاجر الجانب زي ما قلنا، هي بتغطي لي كذا حاجة زي الهيومن ريسورس، احتياجات ايه من الافراد، الرو ماتيريالز هحتاج قد ايه، الفاينانشال بلاننج هحتاج فلوس امتى، لان طبعا انا بشتري حاجات وبدفع جمارك للحاجات دي ومحتاجة عمالة، العمالة كل الناس دي بتكوست فيها فلوس، فبالتالي أنا محتاج أحط خطة للموارد المالية بتاعتي هستخدمها إزاي، الأوبريشنز نفسها، التشغيل، الإنجينيرينج، دي طبعا لو عندي مهندسين أو أي عمليات بتخص الإنتاج، بعد ما هنتج بحتاج إن أنا أبيع الحاجة اللي أنا بنتجها، هبيعها إزاي وفي أنهي شانل والكلام ده كله، ده كله بيجي من الأجر جدا. أوكي، يبقى هي وسيله مهمه جدا عشان انا باخد الجولز بتاعت المنظمه بتاعتي او بتاعت الشركه بتاعتي اللي هي لونج تيرم، باخدها بقسمها هنا لقصه قصيره متوسطه المدى عشان اعرف اجيب الخامات واجيب العماله واجيب المخصصات الماليه اللي تقدر تخليني اقدر احقق الخطه دي. اوكي، يبقى هنا انا زي الصورة دي ما بتقولي أنا بيبقى عندي خطة طويلة، خطة ببتدي أكسرها، اللي عندي input للخطة بتاعتي اللي هي aggregate planning، إيه هي input بتاعتي؟ long term أنا بجيب الخطة طويلة المدى بتاعت الشركة ببتدي أكسرها، باخد الفوركاست نفسه، باخد الكاستمر اوردرز الحقيقية مش مجرد بس الفوركاست. أوكي، كل دي input ليا هنا، باخد capacity planning بتاعتي، أنا المكن بتاعي يقدر ينتج قد إيه في اليوم أو في الشهر أو في السنة وهكذا. كل ده بيطلع منه بقى اوتبوت ايه؟ البرودكشن بلان بتاعتي، سيلز اوردر، ورك فورس وهكذا. نتكلم تاني هنا بالتفصيل، زي ما قلنا انا دلوقتي بشتغل على الخطه الطويله الشورت اللي هي الخطه الكبيره بتاعتي اللي هي بتديني كاباسيتي بلاننج. لو هنكبر الصوره دي مع بعضينا كده اوضح شويه. خطة أنا عايز أعرف الكباسة بتاعتي بإيه؟ فاتيلة السايت بتاعي، المصنع بتاعي عندي مكان قد إيه يقدر يديني إيه؟ البروكيورمنت نفسه هقدر أشتري إيه عشان أقدر أشغل المكان ده بالطاقة القصوى بتاعته. من هنا هاخدها أبتدي أكسرها، أنزل هعمل أجريجيت بلاننج، إزاي أستغل المكان بتاعي استغلال الأمثل، البيرسونال نيد، هحتاج عمالة قد إيه؟ مداريين قد إيه؟ كل قسم محتاج ايه وهيعمل ايه. ممكن اعمل كمان سب كونتراكتنج، يعني ممكن يكون انا في حاجات ما اقدرش انتجها عندي او الكباسه بتاعتي اقل من اللي انا عايزه من الخطه اللي انا حطيتها، فبالتالي ممكن اودي مكان بره يعمل اللي انا عايزاه. من الاجريجيت بلاننج هيطلع منها الماستر سكيدول اللي هي الامر بي اللي اتكلمنا عنها المره اللي قبل اللي فاتت، والديس اجريجيتد ماستر بلان، يعني هي الاجريجيت نفسها بكسرها بسميها تبقى ديس اجريجيت اللي بيطلع منها الماتيريال ريكويرمنت بلان. من الماتيريال ريكويرمنت بلان او الماستر سكيدول بيطلع عندي الشورت تيرم سكيدول اللي هو بيديني ايه الورك سنتر لودنج، يعني المصنع هيشتغل بطاقه قد ايه النهارده، كل واحد هيعمل ايه، كل خط انتاج هيعمل ايه، كل مكنه هتعمل ايه، كل عامل عنده هيعمل ايه، كل موظف صغير وراه ايه. يبقى الخطه الكبيره كبس بلان، عملت منها الاجريجيت بلان، نزلت منها طلعت منها الماستر سكيدول زي الخطه اللي اتكلمنا عنها المره اللي قبل فاتت واللي فاتت، من الاثنين دول نزلت لشورت تيرم اللي هو الديلي تاسك. اوكي،
يبقى انا دلوقتي عندي الشورت رينج بلان اللي هي ديتيلد بلان، بتديني مثلا الماشين لودنج، الماشين النهارده هشغل عليها منتج ايه وهيطلع لي منه قد ايه. الجوب اساينمنت كل عامل النهارده هيعمل ايه. الانترميديت بلان اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي الامبلويمنت، انا عشان احقق الخطه دي محتاج عماله في الفتره دي قد ايه، والاوتبوت بتاعي هيطلع قد ايه، والانفنتوري اللي عندي اوريدي قد ايه. اللونج رينج بقى بلان اللي هي الكباسيتي واللوكيشن واللاي اوف، لان دي خطه طويله المدى بيخش فيها حتى من قبل ما ابتدي انشئ المصنع، هي اللي هتقولي بقى هعمل مصنع فين وحجمه قد ايه واللاي اوت بتاعه عامل ازاي. طب ليه بنعمل كده؟ احنا هنا بنستجيب لحاجتين، بستجيب للديماند وبستجيب للكباسيتي. لازم اكون طبعا انا هنتج زي ما قلنا دايما، انا ما بنتجش حاجه الا بناء على طلب او على احتياجات الكاستمر بتاعي. تاني حاجه الكباسيتي، عشان انا اعرف اشوف هنعرف انتجها ولا لا، يبقى لازم اعرف الكباسيتي بتاعي يمكنني اعمل القصه دي ولا لا. الديماند لو هنتكلم بقى بالتفصيل، الديماند دلوقتي بمعنى اول حاجه الفيش ديبوز، انا دلوقتي لازم عشان اميت الكاستمر ديماند لازم يكون دايما عندي بضاعه جاهزه للبيع. تاني حاجة خلي بالي منها الباك اوردر، بمعنى ايه الباك اوردر؟ بمعنى لو عميل طلب ايتم معين والايتم ده ما كانش موجود، انا عشان مش عايزة افقد العميل ده ممكن اقول له انا ممكن الاوردر بتاعك هيكون جاهز خلال اسبوع، لو هو طبعا وافق ده حاجة كويسة جدا ان انا اقدر ازود بينها المبيعات بتاعتي. اوكي. تالت حاجة الشيفت ديماند اوف بيك تايمز، بمعنى ان في فترات من السنة او من اليوم بيبقى تكون الطلب عالي قوي، فترات لدرجة ان انا ما اقدرش اوفيها، وفي فترات تانية من نفس اليوم الطلب بيبقى قليل جدا لدرجة الناس قاعدة مش لاقيين حاجة يعملوها، زي مثلا في رمضان مطاعم الفاست فود وقت الفطار زحمة جدا ومش ملحقين يعملوا سيرفيس للناس، ووقت طول اليوم فاضيين جدا مش لاقيين يعملوا حاجة، فبالتالي انا ممكن اعمل برايسز او اخلي مثلا لو انت اشتريت قبل الفطار بثلاث اربع ساعات هتاخد مثلا ديسكاونت 10% او 20%، ابتدي اشفت الديماند بدل ما يبقى عندي في وقت الذروه وقت الفطار والدنيا زحمه ومش قادرين نفلفل الطلبات اللي بتجيلنا، بالعكس انا ممكن اخليها متقسمه طول اليوم وممكن ياخدها ويسخنها في البيت في الميكرويف او حاجه. او مثلا الهاي سيزون في الصيف تبقى الفنادق كلها زحمه، كل القرى السياحيه زحمه جدا، طيب عشان اخليهم يجوا بقيه السنه ما بقاش قافل بقيه السنه اعمل ايه؟ بعمل لهم بروموشنز، تعالى خد مثلا بنص السعر، تعالى خد الاثنين وعليهم الاولى فري، خد ثلاثه وعليهم الرابعه فري، وهكذا ابتدي اعمل بروموشن بحيث ان انا اشفت الديماند اللي بقى عادي في وقت من السنه انا من يعني عليا ضغط كبير مش قادر اوفيه، ما عنديش الكباس ان انا اوفيه، ابتدي احول المستهلك ان هو يجي في فترات ثانيه من السنه انا اصلا قاعد فاضي فيها وبكلف فيها عماله والعماله قاعده تقريبا تخفف الفاضي. اوكي. ثاني حاجه بقى كرييت نيو ديماند، بمعنى ايه؟ انا مثلا لو حد دخل مطعم ولقى الترابيزات كلها مشغوله مليانه، طب ممكن اعمل ايه؟ هيسيبني وهيمشي. طب انا ممكن اعمل كراسي صغيره او قاعده صغيره بره ويقعد يستنى لحد ما الترابيزه فاضيه وبديله حاجه كومبلمنتري درينك مثلا، ايش مثلا ميه او عصير او قهوه او وات ايفر هو حابب ايه، فانا ما سبتوش مشي ولا حاجه، بالعكس ده هيقعد بعد كده وهيقعد وهيطلب. الناحيه الثانيه برضو بتكلم على الكباسيتي، بمعنى انا عندي هنا الاوفر تايم، لو انا عندي مكان بينتج لي كميه معينه وانا عايزه اكبر الكميه دي للضعف مثلا، هل لازم اروح اشتري مكنه جديده او اشتري مصنع جديد او اكبر المصنع؟ لا، طب انا ممكن افخر العماله دي اشغله اوفر تايم، لو هو مثلا اشتغل 8 ساعات هقول له اشتغل بعد 8 ساعات اشتغل لي 4 ساعات تانيين بثمن ال 8 ساعات، فانا كده كسبت زودت الانتاج بتاعي وما كلفتش اعين حد جديد، وفي نفس الوقت هو الوركر عارف بيشتغل ايه وعارف بينتج ايه وعارف النو هاو بتاعته ايه، فهيعرف يكمل لي الاربع ساعات اللي كاملين بسعر 8 ساعات، هياخد قد 8 ساعات فهيكون هو راضي ومبسوط وانا في نفس الوقت قدرت احقق الخطه بتاعتي وهكذا. الايدل تايم اللي هو الشورت تيرم اوبشن، بمعنى ان انا اقلل الانتاج بتاعي او اقلل الريت بتاع الشغل بتاعي علشان ما يبقاش عندي وقت فاضي، بمعنى لو انا البرودكشن بتاعي كتير جدا وانا السوق مش هيستوعب الكلام ده كله، فممكن ابتدي ادي العمال اجازه مثلا بدل ما هنشتغل 6 ايام
في الاسبوع، لا كفايه نشتغل 5 واديهم يومين اجازه، او بدل ما نشتغل 8 ساعات في اليوم لا هنشتغل 7 او 6 وهكذا. معنى انا مش همشيهم، لكن انا في الوقت ده من السنه زي في رمضان مثلا، الوقت ده من السنه اللي بيبقى اقل شويه، فبدل ما بنشتغل من 9 ل 5 هنشتغل من 9 ل 3 وهكذا. سب كونتراكتنج بمعنى ان انا زي ما قلت لو الكباستي عندي مش سامحالي ان انا انتج كل الكميه اللي انا محتاجاها، وعندي مصانع ثانيه موجوده تقدر تعمل لي القصه دي، فبدل ما اشتري مكن جديد او ما عنديش فلوس اشتري مكن جديد، ما عنديش فلوس اتوسع دلوقتي في المصنع، ممكن اتفق مع حد يصنع لي نفس الحاجه اللي انا بعملها بنفس الستكس المواصفات وكل حاجه، وبدي له اجر اللي هو صنعها خالص. الهاير والفاير دي حاجه كريتيكال جدا، بمعنى انا لو عليا في وقت من الاوقات طلب كبير فبضطر اعين ناس عشان اوفي طلب في الفتره دي، بعد كده خلاص انا عارفه ان في مثلا سيزوناليتي، فابتديت مثلا في فتره الصيف في طلب على العوامات اكتر، على حاجه البحر اكتر، فبعين ناس كتير عشان تنتج الحاجات دي. يجي ساعه الشتاء بروح طارد الناس دي عملت لهم فاير، وابتدي اعينهم تاني السنه جايه على الصيف وهكذا. طبعا ده حاجه مش لطيفه خالص الحقيقه، حد عايز يكون طالما ان هو مستمر في شغله نفسيا مستريح طبعا، مش شايل هم بكره انا هبقى فين، فهي حاجه كريتيكال جدا. بدل ما اعمل هاير فاير يعني المفروض هنشوف بعد كده ان انا نتغلب على القصه دي ازاي، لكن هي طبعا من الحاجات اللي شركات كتير جدا بتعملها. طيب احنا قلنا عشان نتلافى العيوب بتاعه الفلكتويشن في الديماند وفي ومشكله الكباستي، انا ممكن عندي نوعين من الاجريجيت بلان، اما هشتغل بالليفل بلان او بالشيز بلان. الليفل بلان هي ايه؟ بمعنى انا هبص على المبيعات بتاعتي، هبص على سيلز فوركاست بتاعي، وهمشي معاه شهر بشهر. سوري همشي معاه هبني له ستوك، هبني له ستوك يكفيه، يعني هعمل له انفنتوري. بمعنى انا السنه كلها عندي بتقول ان هبيع من الايتم ده 100، فاقول ان كل شهر مثلا هعمل 10 عشان اكفي السنه، ويبقى كمان عندي بفر ستوك او ستوك زياده لو حصل اي مشكله في الديماند، الديماند ده اتفاجئ، او حصل مشكله في السبلايز قلت، فبالتالي انا هشتغل بالليفل بلان، هثبت الانتاج كميه الانتاج طول السنه شهر بشهر، هو نفس النسبه كل شهر مثلا 10,000، بحيث على اخر سنه يبقى عندي 120,000 وهكذا. ده بيعمل ايه؟ بيخلي عندي انفنتوري يكفيني يغطيني طول السنه، يغطي خطه السيلز بس اللي حطيتها، وفي نفس الوقت ما يبقاش عندي باك اوردرز، معنى ان ما فيش عميل هيطلب حاجه واقول له ما هياش عندي استنى بقى عليا اسبوع ولا شهر على ما تتوفر تاني. اوكي؟ دي طريقه. الطريقه الثانيه التشيس بلان، بمعنى ان انا بجري ورا السيلز، هيزيد هزيد معايا، هيقل هقل معايا، يعني السيلز قال لي ان انا النهارده عايزه 10,000 هنتج 10,000، جه الشهر الجاي انا عندي 5,000 هروح مقلله طاقه الانتاج بتاعت ال 5,000 وهكذا. طبعا كل طريقه من دولت ليها بروس اند كونز، ليها مميزات وليها عيوب هنشوفها بعد شويه. طيب في طريقتين اللي قلنا عليها اللي هي الليفل بلان والتشيس بلان، في طريقه ثالثه ان انا هجمع بين الاثنين، ان في حاجات ممكن اعملها اثبتها طول السنه، اعملها بنفس الكميات، همشي زي طول السنه بنفس الكميات، لكن هاجي في اوقات معينه من السنه هرفع الانتاج شويه، لكن انا ما مشيتش العمال اللي عندي، انا بستغلهم طول السنه وابتدي احوله بقى من برودكت للتاني، بعمله زي روتيشن، فانا كده كسبت العامل اللي عندي ما تركتهوش خالص. زي ما هنا دلوقتي انا عندي هنا انفنتوري يغطي لي الديماند ويغطي لي الباك اوردرز بتاعي. ايه؟ عندي في نفس الوقت مش عايزه اعمل لي اوف للعماله، فبالتالي بدل ما همشي لا انا هحطه على مكنه ثانيه ينتج لي برودكت ثاني انا محتاجاه. ليه؟ عشان طبعا ان انا امشي ناس واجيب ناس تمبرري كل شويه، لا دي حاجه مش لطيفه خالص. لازم برضه نراعي المورال بتاعت الناس ان هم الحاله النفسيه بتاعتهم، فكل ده بينعكس في الاخر على الشركه. طيب هنشوف بقى بنعمل القصه دي ازاي. في الليفل بلان هنا بيقول لي انا همشي بالريت بتاعي، انا عايزه 28,000 يونت،
متقسمه على 7 بيريدز، هو مثلا 7 ايام في الاسبوع، فبالتالي اليوم عندي محتاجه له اربع، هيعمل لي 4000 يونت. طب الليفل ورك فورس هنا بيقول لي لو بال 4000 يونت اللي انا هعملهم دول لو ضربتهم على 0.64، ده الستاندرد بتاعي، على 160، هيبقى انا محتاجه 16 عام. هنشوف الكلام ده جه منين. طيب هنا مثلا في الليفل بلان، اول حاجه بعملها ببص على رصيد بدايه المده beginning inventory. هنا انا قال لي ان انا معاكي 2500 وحده. beginning workforce عندي 18 عامل في اول المده. labor standard كل عامل تقريبا انتاجيته حوالي 0.64 اللي احنا ضربناها فيها فوق دي. اوكي بير اورز الساعات المتاحه للشغل 160. الساعات اللي ما بيشتغلوش فيها تقريبا 20 الى 7 ساعات الراحه ده. اوكي طيب لو انا جيت قسمتها هنا بالتايم بالوقت، الديماند على البريد هنا قال لي انا هشتغل 500 الفترة الأولى، هشتغل 500 عندي ديماند فيها سوري 500، الفترة الثانية عندي ديماند 6000، الفترة الأسبوع الثالث عندي ديماند 2000، ممكن الواحد 1 2 3 ده ممكن بالأسبوع أو بالشهر. أوكي الأسبوع الأول عندي محتاجة 500، الأسبوع الثاني سوري 500، الأسبوع الثاني عايز 6000، الأسبوع الثالث 2000، الأسبوع الرابع 1500 وهكذا. ملاحظة طبعا هنا في فلكتويشن جامد جدا في الديماند، الديماند طالع نازل بشكل رهيب، لكن هنا جه في البرودكشن وثبته، قال في كل اسبوع من دول هو مثبت الانتاج عند 4000 وحده، 4000 في الاسبوع الاول، 4000 في الثاني، في الثالث وهكذا. طيب هنا هو بيقول لي الديماند كان 500 بس. اوكي وانا انتجت 4000، يبقى الاكسس اللي فاضل عندي 3500 زياده. انا الديماند كان 500، انتجت 4000، 500 ناقص ال 4000 يبقى عندي 3500 وحده زياده. يونت شورت ما عنديش شورتش طبعا، انا عندي اكس عندي زياده. الاسبوع الثاني نفس القصه، كان عندي الديماند 6000، عندي انتاج انتجت له 4000، الديماند هنا 6.5، لكن انا كان عندي البرودكشن 8000 اللي هو باقي من المبيعات الاسبوع اللي قبله، فكان عندي 8000 بعد ما بعت بقى عندي 1500، يبقى عندي اكسس بعد الليفل بلان ده بعد ما بعت 6000 وانتجت 4000، وكان عندي 4000 من الشهر اللي قبليه، يعني الشهر اللي قبليه فاهمين، بقى معايا بعد المبيعات ال 500 بقى معايا 3.5، 3.5 هيجوا معايا هنا هخش بيهم الاسبوع الثاني اللي هنتج فيه 4000، يعني عندي 4000 و3.5 7.5، بعت 6 بقى معايا 1500. تمام الاسبوع الثالث كان الطلبيات اللي عندي 2000، انتجت 4، تمام، وعندي 1500 باقيين من المره اللي فاتت من الشهر اللي فات، فبعد ما بعت بقى معايا 3.5 وهكذا. بيمشي كده طول السنه، ثبت الانتاج طول الشهور مع ان الطلبيات متفاوتة جدا. في الاخر بحسب بالافريج الاجريجيت ديماند، هنا انا الاجريجيت ديماند على الشهور دي كلها كان 28000، والافريج اجريجيت ديماند بحسبها بالش. اوكي وهنا بقى بقى الليبر تايم كلفني قد ايه، فلو انا بقى حسبت بالمعطيات اللي اداها لي دي، حسبت هو كلفني كامل انتاج طول الشهور دي، الشهر الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، انا اتكلفت توتال 1,235,000. لو عايزه اعرف هم ايه، هو عباره عن كوست ماتيريال، كوست الليبر العماله، كوست الاوفر تايم، خلي بالك من الاوفر تايم هنا كان 14، الهايرنج الناس اللي عينتهم دي تكلفوني 500، والناس اللي طردتهم كلفوني 750. التكلفه دي جت منين؟ لو طبعا التعويضات اللي بديها له عشان امشي. الهولدنج كوست تكلفه ان انا احتفظ بالمخزون شهر بشهر او اسبوع باسبوع، وات ايفر احنا حاسبينها ازاي. واضحه؟ طيب الطريقه بقى اللي بعدها الشيس بلان، زي ما قلت ان انا هجري وراه،
بمعنى هنا الديماند عايز 500 اول شهر، فبنتج له 500 قدهم بالظبط. ورك نيد وركرز نيدد محتاجه 2 عمال. هو قال لي من الاول انا عندي كام عامل هنا، قال لي انت عندك بيجنج انفنتوري 2500 وعندك 18 عامل، فهنا حاجه 2 عمال بس عشان يحققوا لي الخطه بتاعتي، فكده انا مضطره امشي 16 عامل في اول شهر. شفتوا المشكله جايه ازاي؟ انا عندي 18 عامل في المصنع، همشي 16 واحد قعدوا في البيت اول شهر عشان انا همشي شيس، مش عايزه اعمل انفنتوري، عايزه اوفر فلوس الانفنتوري. طب هل انا لو جيت الشهر اللي بعده قلت له تعالى عشان ندخل انتاج ومحتاجاك، هل هلاقيه؟ هل هيرضى يجي؟ مش يمكن يكون في مكان تاني. الريسك ان انا اجي شهر 2 اطلبه تاني ممكن ما الاقيهوش، اضطر اجيب حد لسه هعلمه ولسه ممكن يعمل اخطاء، ما عندوش النو هاو، ممكن يبوظ الدنيا خالص. طب خلينا نمشي ونشوف الموضوع للاخر. يبقى انا هنا في اول شهر كان محتاجه 500، انتجت 500، عشان انتج ال 500 محتاجه بس 2 عمال، ما عينتش طبعا حد جديد، مش محتاجه، بالعكس انا رفعت 16 واحد. طب جيت على الشهر اللي بعده محتاجين، هي نفس على فكره نفس الخطه بتاعت اللي شرحناها في الليفل اللي قبليها، هو نفس الكميات، بس هنا انا همشي مره بالتشيس بلان ومره همشي بالليفل بلان وهشوف مين فيهم هيوفر معايا اكتر. طب هنا في الشهر الثاني كانت الطلبيات اللي عندي ب 6000، فانتجت 6000، عشان انتج 6000 محتاجه 24 عامل وانا كنت عندي 18. اوكي، فلازم ما عنديش 18، سوري انا اوريدي مشيتهم، كان عندي 2 من ال 18، فلازم اعين 22 عليهم فيبقى عندي 24. ما مشيش طبعا حد هنا في الشهر الثاني. جيت في الشهر الثالث محتاجه انتج 2000، ابيع 2000، فانتجت 2000، عشان انتج 2000 انا محتاجه ليهم 8 عمال. طب انا عندي كام عامل دلوقتي؟ ها، عندي 24 عامل، مضطره امشي 16 عامل عشان اخلي الثمانيه بس اللي هيخش معايا الانتاج، واضحه؟ وهكذا باقي الشهور. لو جينا بقى حسبناها هنا كوست الماتيريال هو واحد طبعا، ليبر كل واحد بيكلفني قد ايه، الهايرنج كلفت هنا 500 لكل عامل، فايرنج كل عامل كلفني 750 عشان امشيه، يبقى التوتال كوست هنا كان 1.195، في حين فوق في الليفل كان 1.235، يعني مش مستاهله اساسا ان انا امشي ناس واجيب ناس كل شهر. تقريبا طبعا مشاكل ممكن يعملوها وتأمينات ويشتكوا وهكذا. طيب نتكلم تاني على الاجريك بلان. قلنا انا بمسك الاجريك بلان اللي هي الخطه الشامله، بعمل بجيب المنظمه بتاعتي، بجيب الشركه بتاعتي، وعايز استغل كل الموارد اللي فيها سواء كانت موارد ماليه او موارد بشريه. اوكي، فعشان اعمل القصه دي بعد ما انا عرفت خلاص كده الريسورس بتاعتي ايه، لازم تدي اكسرها، اعمل لها ديس اجريجيت. ليه؟ عشان اعرف هشتري بقى، امسك كل ايتم، كل سلعه انا محتاجه انتج منها قد ايه. يبقى دلوقتي عشان اخد الاجريجيت بلان هبتدي اكسرها لشورت بلاننج رينج من شهرين لاربعه بس، بعد ما كانت هي في الاول قلنا من شهرين او 3 شهور لحد سنه او سنه ونص، هبتدي اكسرها لفترات اقل عشان اعرف اتحكم فيها. اول حاجه هتطلع لي دلوقتي لازم اعملها الماستر سكيدول، بمعنى الجدول او الخطه الماستر اللي همشي هبني عليها شغلي. دي هتوريني ايه؟ دي عايزه منها تعرفني حاجتين، الكوانتيتي كميات اللي هحتاجها، والوقت لكل تايم هورايزون. مثلا كل شهر زي ما قلنا في المثالين اللي فاتوا، كل شهر محتاج انتج كميه قد ايه، بالتالي محتاج اعرف هبيع قد ايه عشان اعرف انتج قد ايه، واعرف هحتاج له ماتيريال قد ايه وهيومن ريسورسز قد ايه. اوكي، تاني حاجه هعرفها لازم مهم اعرفها الرف كات كاباسيتي. يعني ايه رف كات كاباسيتي؟ اللي هي بعمل بالانس ما بين الكاباسيتي بتاعتي وما بين الديماند بتاعي عشان اعرف هقدر احقق الخطه بالكاباسيتي بتاعتي ولا محتاجه اعمل حاجه تانية، مثلا اعمل سب كونتراكتنج لحد تاني ينتج لي وهكذا. واضحة؟
طيب بشرحها في الحته دي. ادي الاجج بلان، هنا مثلا قال لي اجج بلان بتاع يناير محتاج انتج 200 يعني خطه انتاج الشهر كله 200 يونت، وفي شهر فبراير 300 يونت، وفي شهر مارس 400 يونت. طب 200 يونت من ايه؟ فهنا بقى في الماسترز كده بيكسرها لي، يبتدي يبين لي انا في يناير عايز 200 يونت لكن متقسمين. البوش محتاج منه 100، الباور محتاج منه 75، الرايدنج 25، يبقى اجماليهم 200. يبقى انا كده عرفت من كل ايتم هنتج كام يونت. فبراير خطه انتاج فبراير كلها 300، فبص هنا ال 300 دول متقسمين ازاي؟ عايز 100 150 50. مارس خطته كلها 400، 400 دول عبارة عن ايه؟ عبارة عن 100 من ايه؟ 200 من بي، 100 من سي، وهكذا. يبقى الاجريجيت بلان دي كسرتها، عملتها ديس اجريجيشن، طلعت لي الماستر سكيدول. الماستر سكيدول بيقول لي كل يونت محتاجة منها كمية قد ايه. اوكي، طب ايه الماستر سكيدول ده ليه؟ بيقول لي الامباكت اوف نيو اوردر، يعني لو انا جالي نيو اوردر جديد هعرف ادخله في الميعاد ولا لا. يعني زي مثلا ان انا عندي اوردرات ب 500 وجالي فجاه عليهم اوردر ب 100 او ب 200، هقدر احققه واوفيه ولا لا؟ هيبان بقى من الماستر كده، هل انا عندي من العماله اللي تكفيني، هل عندي كباسيتي تكفيني، هل عندي رو ماتيريالز تكفيني، هيبان. هتديني برضو ديليفري ديتس فور اوردرز، لو جالي اوردر هقدر اقول للعميل هقدر اوصله لك مثلا في خلال يومين او ثلاثه او اسبوع او اثنين، هقدر احدد منه كمان امتى هقدر اسلم الاوردر. برضه هيخليني اقدر اتعامل مع المشاكل اللي بتظهر لي. مشاكل زي ايه؟ زي البرودكشن ديليز، هبقى عارفه ليه عندي ديلي في البرودكشن، او امتى ممكن يحصل ديلي في البرودكشن وليه وعشان ايه. واقدر كمان اراجع خطتي بحيث ممكن في حاجات اقدر اعدلها او اغيرها. الكباسيتي برضه نفس القصه، لو انا عندي انسفيشن كباسيتي اقدر ان انا اتعامل معاها وابتدي مثلا اعمل زي سب كونتراكتنج، او ان انا اعمل ليفل، او انا اعمل شيز، اشوف هتصرف ازاي في كل مره. طيب احنا قلنا الماستر سكيدول دوت ليه انبوت وليه اوتبوت. ايه الانبوت بتاعته؟ اول حاجه اهم حاجه عندي البيجيننج انفنتوري، مش هنتج، مش هشتري خامات وانتج حاجه الا ما ابص على الانفنتوري بتاعي في الاول، هيكفيني ولا لا، هل انا وهيكفيني مده قد ايه. تاني حاجه هبص عليها الفوركاستد، فوركاست ديماند، لو انا عندي فوركاست سيلز فوركاست، ولو انا كمان عندي اكشوال سيلز اوردر هبص عليها، لو عندي كاستمر اوردرز او بوكد اوردرز هبص عليها. يبقى كل دوت ده انبوت للماستر سكيدول. وانس ان عندي كل دول هبتدي اعمل الماستر سكيدول. ماستر سكيدول هيخليني بقى اعرف البروجكتد انفنتوري، يعني كل فتره هبيع وهنتج قد ايه، فهيتبقى معايا انفنتوري قد ايه. ويخليني اعرف كمان الماستر برودكشن سكيدول، بمعنى هعرف الديماندز بتاعتي، البرودكشن بلان بتاعتي هعرف احطها، هعرف اعمل الماستر برودكشن، هعرف اعمل الرف كاباسيتي، هعرف اعمل الماتيريال ريكويرمنت بلان. يبقى ده كله بيطلع لي من الماستر برودكشن سكيدول. عرفنا أهمية الماستر سكيدولينج؟ طيب نتكلم تاني بالتفصيل. الماستر برودكشن سكيدول ده بيقول لي الكوانتيتي والتايم لأي حاجة عايز أخطط لها في الإنتاج، وفي نفس الوقت بياخد في اعتباره الأون هاند انفنتوري. لازم أبص أنا عندي انفنتوري بقد إيه، يعني ما يجيش أنا عايز أنتج له 300، طب أبص الأول عندي في الانفنتوري 300 دولت موجودين، عندي انا زيرو ستوك، انا عندي 200، انا عندي 100، عندي فينش جودز بقد ايه، عندي رو ماتيريال تنفع، ممكن ما يكونش عندي فينش لكن عندي رو ماتيريال تخليني اعرف اعمله بسرعه الحاجه اللي هو طالبها، او هشتري الفرق ما بينهم. اوكي، مش هجري بسرعه اشتري كميات تكفيني 300 وانا اوريدي عندي يا اما فينش يا اما جزء فينش جزء رو ماتيريال اعرف اتصرف منه. اوكي، ما بفضلش اشتري في حاجات وانتج وفي الاخر انا نفسي في الاخر بنيت انفنتوري اكتر وديني خير خالص. اوكي، تاني حاجة الرف كات كاباسيتي بلاننج دي بتاخد في اعتبارها، دي بتحول لي الماستر برودكشن بلان للريكوايرمنتس. يعني ايه ريكوايرمنتس؟ اللي هي الرو ماتيريالز والليبر، هي دايما الليبر والماشينري والماشينز اللي انا محتاجاها، وير هاوس سبيس لازم اعرف برضو الكاباسيتي بتاعت الوير هاوس، والسبلايز كاباسيتي، انا ممكن افضل انتج ومفيش مكان في الوير هاوس احط فيه،
او السبايا نفسه يقول لي انا ما عنديش كباسة تديكي الكميات اللي انت طالباها دي دلوقتي خالص، هدومك على شهرين او على 3 او كده. اوكي، طب الرف كات كباسيتي بلان زي ما قلنا هي مش بتاخد هنا في اعتبارها بقى الاون هاند انفنتور على عكس الماستر، هي هنا بتقول لي بس انا احتياجاتي ايه بالظبط بعد ما هبص عليها وتقول لي ايه الكباس بتاعتي بالظبط. اوكي، دي يعني هي بتديني الجروس ريكويرمنت مش النت، النت بقى ابتدي ارجع للانفنتوري. اوكي طيب، في حاجة عندي اسمها تايم فينس ان ام بي اس. يعني ايه تايم فينس؟ يعني الوقت بتاعي، يعني في احيانا هعرف اغير في السكيدول بتاعتي اللي انا حطيتها دي. احنا قلنا ان هي افتكر دايما ان هي ميديوم تيرم، يعني انا بتصرف ما بين شهرين او 3 شهور لسنه سنه ونص. عشان اعمل تغيير ما ينفعش اجي اعمل تغيير واقول انا عايزه التغيير ده يبقى empowered من بكره. وممكن بس هنا بسميها دي في الفروزن فيز. يعني ايه فروزن فيز؟ يعني هنا يا اما امبوسيبل او فيري كوستلي لو انا عملتها، هحتاج ان انا ادلي اذر ايتم. يعني بدل مثلا انا عندك ايتم ايه عليه طلب وفجاه قالوا لي لا شيل ايه وحط لي بيه دلوقتي، طب ما في الحاله دي انا المكان عندي هي اللي بتعمل ايه، هي اللي بتعمل البي، فهضطر اضحي بواحد على حساب التاني. اوكي، فدي بسميها دايما الفروزن تيست، لا بتكلفني بكوست ان انا اروح شايله حاجه واوريدي الحاجه دي مطلوبه لكن في حاجه تانية مطلوبه اكتر، هي بتكلفني اكتر دلوقتي او هتاثر على منتج تاني برضه مطلوب. سلاش فيس هنا بمعنى ان انا ممكن اعمل تغيير، وهنا بوازن بقى ما بين الفايده والضرر لان عندي وقت، فممكن هغير لكن مش هتبقى ايه، مش هتبقى مؤلمه قوي زي الفيز اللي هي الفروزن تيست. يعني هقدر اغير من بس مش هيبقى ليها ضرر كبير او ليها خسائر كبيرة. الليكويد فيس هنا دي بقى في المنطقه اللي انا براحتي خالص، مثلا يقول لي انا محتاج ان في شهر بعد 4 شهور تعملي لي كذا، انا هنا يعني انا فيري ايزي قوي ان انا اغير لان لسه بدري، فاقدر اغير في اكنسل او اعدل او اعمل اي حاجه مش هتلحق تكلف، يعني مش هتكلف فيها. هي متوضحه هنا اكتر لو اعتبرنا ان اول 3 اسابيع او اول 3 شهور هسمي بيها الفروزن، بمعنى ان هي صعب اغيرها، او لو يا اما مستحيل اغيرها يا اما خلاص المكنه ابتدت انتاج فصعب اوقفها، او ان خلاص هوقفها لكن هيكلفني كتير وخامات ممكن تترمي وتكون باظت وهكذا، او اضطر ان انا اكمل الحته دي وابتدي ادخله، فبرضه فيها مشكله جامده. لكن ممكن اعدل يا اما انبسط خالص يا اما ممكن بس هتكلفني كتير. هنا هي وسط بين المنطقتين دول، منطقه زي ما شكلها كده صفراء، يعني مستعدين ممكن اغير وهتكلفني بس مش هتكلفني كتير زي المنطقه دي. المنطقه هنا بقى الليكويد او الاوبن دي يعني عادي خالص ان انا لسه عندي وقت طويل هقدر اتحكم فيها براحتي. طب خلينا نشوف فيديو صغير خالص. بخصوص ما المقصود بديجيتال ترانسفورميشن؟ ديجيتال ترانسفورميشن اللي هو التحول الرقمي، بمعنى ان نستخدم كل حاجه الاوراق، ان انا محتاج مثلا طلب شراء اروح اكتب طلب شراء للاداره بتاعتي، محتاج مثلا مكتب، محتاج كرسي او محتاج روم ماتيريالز، ببتدي اعمل طلب شراء وابعته للسبلاير بقى بالفاكس او بالوسائل التقليديه مثلا. لا انا بيبقى عن طريق برامج كمبيوتر سوفت وير، بحيث انها بتسمع، انا اول ما ببعت طلب الشراء بيسمع على طول في الاداره الماليه، يبتدي يجهز المخصصات بتاعته، بيسمع في المخازن ان هو يستعد انه يستقبله، وهيقول له هيجي لك في خلال وقت قد ايه، يسمع عند السبلاير على طول، يبتدي هو ياخد البروسيس بتاعته عشان ينتج ويشحن وهكذا. بمعنى ان انا بمينيمايز البيبر وورك، بيبقى كله ديجيتال. وفي نوعين من الديجيتال، يعني بتكلم على ديجيتال ترانسفورميشن يا اما ديجيتال في الحاجات اللي انا بعملها زي ما انا قلت، بدل ما بعملها بايدي او على الورق وابتدي ابعتها للناس، وطبعا العنصر البشري واخطاء كتيره ممكن حاجه تتنسي، حاجه ما تتسجل غلط، دي حاجه. الحاجه الثانيه يا اما حاجه هي اصلا بطبيعتها ديجيتال زي الكتب الديجيتال، يعني انا ممكن بدل ما بشتري دلوقتي كتاب ممكن بداونلود اي كتاب من على النت واقراه، اشتريه كده، بشتري الاوبن سورس بتاعه واقعد اقراه، فدي حاجات بطبيعتها اصلا ديجيتال. الميوزك
كنا زمان بنروح نشتري اسطوانات وشرايط كاسيت، دلوقتي لا، دي تدفع فلوس وتسمعها. الجيمز نفس القصه، تدفع فلوس وتلعب جيمز ديجيتال. هما نوعين من الديجيتال ترانسفورميشن، يا اما الحاجه بطبيعتها بقت ديجيتال، يا اما لا هي نفس الحاجه اللي انا بعملها بس بعملها بديجيتال واي. في سؤال، لو عايز تطبيق الفكر دوت على الصيانة مثلا. الصيانه، اه طبعا، انا دلوقتي اما بيكون عندي مكنه بيجي لها كتالوج الصيانه، فالمفروض لو انا عندي برنامج اي ار بي سيستم هيقول لي دلوقتي انا كل قد ايه لازم مثلا هعمل مينتنس ليها، كل قد ايه هغير زيت زي العربيه، كل قد ايه هغير زيت، كل قد ايه. حتى العربيات الجديده دلوقتي بقى بيطلع لك اليرت، هي حتى العربيات بقت ديجيتال بيطلع لك اليرت ان انت غير زيت، ان انت هد السرعه وهكذا، يعني العربية نفسها بقت ديجيتال. الصيانة نفس القصة حضرتك، وللأسف لو أنت ما عندكش برنامج فهتضطر تعملها بإيديك بقى، هتقول إن أنت مثلا عند سواء يعني بيقول لك كل فترة زمنية أو كل كام كيلو أو كل كام استهلاك لازم تغير زيت وتغير سبير بارتس معينة وهكذا. فلو ما عندكش البرنامج محدش قادر. دلوقتي في حاجات كتير قوي بتدي قلب، في داشبوردز كده يفضل يقول لك، حتى لو انت قاعد في البيت ومشغل مصنع ممكن يقول لك كده ان جالك المكنه الفلانيه فيها عطل مفاجئ، وتقول لك ويديتكت العطل بالظبط هو فين، ويبتدي حد يتحرك عشان يصلحها. دي حاجه فيجواليزيشن دلوقتي بقت متاحه في اكثر الشركات بره، وحتى هنا في مصر في شركات كتير ابتدت تطبقها. حتى في شركات كتير بقى عندها كمان اوتوميتد وير هاوس، اوتوميتد مينتنس، بقت الانتاج نفسه مكنه الانتاج بتحط عليها كاميرا، الكاميرا دي كمان بتسجل اي حاجه بتحصل، مش بس مينتنس، كمان العطله، حصل عطل ويروح جايب لك على الموبايل على طول الارت ان انت عندك مشكله في المكنه الفلانيه، ويقول لك كمان حتى ممكن يخليك تشوف حتى الداشبورد بتاع المكنه وتعرف العطل فين. تمام يا دكتورة، جزاكم الله كل خير. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة يا دكتورة، وعيد سعيد إن شاء الله. إن شاء الله عيد سعيد عليكم جميعا، يا رب وتقضوا أيام كويسة وترجعوا أحسن من الأول كله إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام.